خطوة إلى الأمام حققها مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من قبل الشعب بعد استكمال مناقشة مواد القانون بشكل كامل وإحالته للجنة التشريعية بالمجلس للصياغة النهائية. خطوة هامة في رأي البعض باتجاه انتخابات 24 من ديسمبر لتحقيق إرادة الشعب بممارسة حقه الديمقراطي في اختيار من يحكمه. في المقابل تعمل مفوضية الانتخاب على استهداف الليبيين الموجودين في الخارج عبر التسجيل وفق آلية معينة وضعتها المفوضية عبر الرابط الإلكتروني. إذن نحن أمام نجاحات تتحقق على الأرض، فما هو دور المجتمع الدولي في الضغط على الأطراف المحلية للذهاب إلى انتخابات ديسمبر؟ هل تنجح جهود البرلمان والمفوضية لوحدهما في التمهيد للاستحقاق المرتقب؟ أم أن هناك أدوار يفترض أن تقوم بها السلطة التنفيذية ممثلة في الرئاسة والحكومة لتكتمل الصورة؟ كل هذه الأسئلة وغيرها نناقشها في الجزء الأول من لايف. أما في الجزء الثاني، طالبان تسيطر على مقاليد أفغانستان عقب سيطرتها على العاصمة كابول وسقوط العديد من المدن اتباعا على أيدي مقاتلها. خبر يتصدر الصفحات الأولى وعناوين الأخبار خلال اليومين الماضيين، ولكن ما هو تأثير هذا التحول على المنطقة وعودة طالبان بعدما يقرب عن 20 عاما؟ وهل تتحمل الولايات المتحدة تبعات ما حدث رغم أن الرئيس الأمريكي أشار إلى أن بلاده غير معنية ببناء دولة في أفغانستان وإنما وجودها كان لمكافحة الإرهاب وتقوية الجيش الأفغاني، فيما يحمل البعض القوى السياسية والوطنية في ذات البلد هذه النتيجة لكونها لم تعمل على إنجاز أي مشروع وطني أو تطوير العملية السياسية؟ عديد التساؤلات حول الملف الأفغاني، وما إذا كانت طالبان تمتلك مشروعا سياسيا يمكنها من قيادة البلاد؟ وهل لازالت هي نفسها بالعقلية ذاتها وقد رأينا تصريحات قادتها ومقاتليها والمشاهد المتداولة في القصر الرئاسي وحدائق الألعاب والملاهي في شوارع كابول؟ دعونا نناقش تحولات المشهد في أفغانستان في لايف. معكم المبروك صغير. خصص مجلس النواب مشروع قانون الميزانية العامة للدولة ومشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب في جلستها الرسمية التي عقدها أمس في مقره المؤقت في طبرق. عضو مجلس النواب سعيد المغيب قال في تصريح لـ 218 نيوز إنهما اعتمدوا قانون انتخاب الرئيس من الشعب بعد عرض مواده على التصويت. التقرير. في المقر المؤقت داخل مدينة طبرق وبحضور رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والنائب الأول فوزي النويري، انطلقت ظهرا جلسة نيابية تناولت مسألة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021 المعدل والمحال أمس الاثنين من قبل حكومة الوحدة الوطنية. جلسة اليوم التي علقت لنصف ساعة من أجل التشاور ناقشت بشكل مستفيض مواد مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب بعد أن خصصت لها جلسة كاملة وبحيالها في الجلسة الماضية. بعد ساعة من النقاش الذي كان على الهواء مباشرة تم قطع البث حين وصل الأمر إلى تلاوة مواد متعلقة بانتخاب الرئيس مباشرة من الشعب وتحديدا بمسألة ترشح موظف الدولة الذي سيكون له الحق في العودة إلى وظيفته العامة حال لم يفز في الانتخابات. النائب الأول فوزي النويري قال إن هناك شرعية جديدة تذوب أمامها كل الأجسام، وأضاف أن التعديل في المادة يعتبر توافقيا قبل أن يعلو الصوت، ويطلب رئيس مجلس النواب من الأمن إخراج النائب جلال الشويهدي الذي دخل في شجار مع النائب طلال المهوب معترضا على نص المادة التي قال النويري إن تعديلها يعتبر توافقيا. النائب سعيد مغيب قال لـ 218 نيوز إن مجلس النواب صوت في نهاية الجلسة لصالح اعتماد قانون انتخاب الرئيس من الشعب، كما أضاف في تصريحاته الخاصة بأن النقاط الخلافية كانت فقط حول شروط الترشح وصلاحيات الرئيس.
في الملف الأول معنا مباشرة من طرابلس الدكتور مسعود السلامي أستاذ العلاقات الدولية، ومن البيضة الأستاذ فيصل برايق المهتم بالشأن العام. مرحبا بكما، وأبدأ مع حضرتك دكتور مسعود. في البداية، وافق مجلس النواب على مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب، ما الذي ساهم في هذا التوافق أخيرا وعلى مشروع انتخاب الرئيس، ومن الذي ذلل كل الصعاب التي كانت تواجهه؟ مساء الخير. مساء الخير. أولا أحييك أستاذ مبروك، وأحيي ضيفك الكريم الأستاذ فيصل أبو الرايقة. الأستاذ فيصل أبو الرايقة، وأيضا أحيي كل متتبعي برنامج لايف، هذا أولا. ثانيا، الحقيقة يعني لو توسعنا في الموضوع قليلا، هل الصوت واضح؟ نعم، نحن نستمع إليك بشكل واضح. نعم، في الحقيقة في مسألة انتخاب أي رئيس في الدول المتقدمة أو المتحضرة هي مسألة لعملية تمكين الديمقراطية. خذ على سبيل المثال، حتى عندما في الولايات المتحدة الأمريكية عندما صاب الديمقراطية بنوع من الجمود والتكلس، ولكن مجرد أن يبدأ عملية تتحرك في اتجاه انتخاب رئيس لأمريكا، تبدأ هناك تفاعل، إعادة بناء الديمقراطية والتفاعل وهكذا، والأمثلة على ذلك كثيرة. لكن الحقيقة في الدول غير الديمقراطية، الدول المتخلفة بصفة عامة، يعني عادة ما يتحول انتخاب تسمعني استاذ مبروك؟ نستمع عليك بشكل جيد. نحن نستمع عليك. انا اعطيك الفرصة والمجال حتى تقول فكرتك بكل وضوح، تفضل. نعم، ولكن الحقيقة في الدول كما قلت لحضرتك، في الدول المتخلفة عادة ما يتحول انتخاب الرئيس في اي دولة من عملية تمكين وتطوير للديمقراطية الى عملية افساد للديمقراطية، حتى أننا نجد أنفسنا أمام دولة للرئيس وليس رئيس للدولة. والدلالة على ذلك أنه في كثير من مجرد أن يتم انتخاب الرئيس تبدأ هناك عملية الفساد وعملية ثم تؤول للانقلابات وهكذا، هذه بصفة عامة. أما فيما يتعلق بليبيا تحديدا، وإجابة مباشرة على سؤال حضرتك، نعم، يعني من نافلة القول أنه يجب انتخاب رئيس لليبيا في نهاية المطاف، ولكن انتخاب رئيس ليس غاية، وإنما هو وسيلة لحل أزمة، ووسيلة الحقيقة لبناء ديمقراطية حقيقية والذهاب بالبلد من مرحلة الأزمة ومرحلة الصراعات المدمرة إلى مرحلة الأمن والأمان والاستقرار. وفق ذلك أنا أستطيع أن أقول لك، صحيح أن الرئيس يجب أن ينتخب مباشرة من الشعب وهذا حق أصيل للشعب، ولكن وفق أي آلية وفي أي ظروف وفي أي وقت، وما هي المحاذير التي يجب أن نأخذها في الاعتبار حتى يكون هناك رئيس منتخب لليبيا يخدم كل الليبيين. نعم. لذلك أنا أخشى ما أخشاه، أن يعني عملية التي المجلس النواب الحقيقة هي التوافق على كيفية انتخاب رئيس، هي نوع من عملية خلط الأوراق وليس حل لأزمة أو انتخاب. طيب. رئيس يعني هذا واضح. حل الأزمة بشكل حقيقي، ولذلك هذا ما أراه وسأبقى. هذا ما ترى دكتور. طيب، دعنا نرحب الآن بالأستاذ فيصل أبو الرايقة مباشرة عبر سكايب من البيضة. مرحبا بك الأستاذ. والدكتور مسعود السلامي يرى في هذه الخطوة خلط للأوراق. أستاذ فيصل، يعني كيف تم تذليل العقبات بعد محاولات عدة لم تنجح سابقا؟ نعم، أحييك أستاذ مبروك، وأحيي الضيف الكريم الدكتور مسعود السلامي وكذلك المتابعين. قبل الولوج في الإجابة عن السؤال أستاذ المبروك، أحب أن أقدم الشكر إلى الأجهزة التي ساهمت في الاستعداد لعملية الاستحقاق الانتخابي
بداية من المفوضية العليا للانتخابات بقيادة السيد عماد السايح، أيضا مصلحة الأحوال المدنية لفرع مدينة درنة السيد خير الله كيش الذي كان له دور فاعل في إنجاز هذا الاستحقاق الوطني والحفاظ على الهوية الوطنية. أيضا الشكر موصول للسيد إدريس الجالي المسؤول عن دائرة الجبل الأخضر، الحفاظ على الأمن القومي ابتداء من الحفاظ على الهوية، كذلك تذليل كافة الصعاب من أجل هذا الاستحقاق الوطني. طبعا العودة إلى سؤالك، طبعا هناك إشكالية كبرى كانت الأستاذ المبروك، وهي المتعلقة بهل اللي تم انتخاب الرئيس بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. طبعا ليبيا في الأعراف المستقرة تعتبر في مرحلة الانتقال الديمقراطي، كان يفترض أن يكون هناك توافق بين القوى التي تؤمن بالديمقراطية، القوى التي تؤمن بالتداول السلمي على السلطة، بأن يتم الاتفاق حول انتخاب الرئيس بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. ولكن التجربة المريرة طيلة العشر سنوات التي عبر عنها أحد قيادات الإسلام السياسي بأن فكرة المغالبة 51 وفكرة 49% هي لا تبني دولة، بمعنى آخر وجود فكرة المغالبة هو أمر سيء وقد يقوض ويجعل من حالة الاصطفاف. لكن فكرة الانتخاب بشكل غير مباشر أيضا من مساوئها ومن المثالب التي شاهدناها فيها، وهي طبعا عدم النضج لدى الكثير من الساسة الليبيين وانخراطهم في عملية الفساد الرجيم الذي وصفته منظمات الشفافية الدولية من خلال عملية الابتزاز بشكل واضح. أيضا أدى ذلك إلى السلوك السيء للحكومات، حتى عملية التلويح من خلال الشاشات ومن خلال قناتكم الموقرة لنقل جلسات لأبرز نموذج وهي حكومة السيد بيبر المفترض تكون حكومة الوحدة الوطنية، والتلويح بالتعيين في السفارات المهمة. إذن الذهاب إلى فكرة انتخاب الرئيس بشكل مباشر هو أمر طبعا جيد جدا لعملية وضع السلطات وعملية تركيزها في يد شخص واحد، لكن طبعا هناك محاذير أيضا من عودة الدكتاتورية. هذا أمر حتى هو يعني قد يكون من المخاوف المشروعة، لكن ما شاهدناه للأسف من القوى الديمقراطية في خلال العشر سنوات هي مارست العذاب الرجيم للليبيين من خلال السلوك على في الجهاز التنفيذي في إدارة الدولة في قضايا حقوق الإنسان التي يتشدقون بها، قضايا الحريات، قضايا أيضا النكوص إلى الخلف، قضايا الحروب، كلها جاءت في إطار المشاركة في الحكم البرلماني. طبعا المشكلة الليبية هي ليست مشكلة ظرفية عابرة، المشكلة في ليبيا هي متعلقة بالنظام البنيوي للمجتمع الليبي اللي جرى عقود طويلة لم يقوم هذا المجتمع بممارسة السلطة، وبالتالي أصبح مصطلح مجتمع عبارة عن جماعات، عبارة عن نجوع، عبارة عن مدن معزولة، عبارة عن قرى معزولة، عبارة عن تجمعات سكنية معزولة، لا يوجد ما يجمعها من مشروع وطني. إذن إعادة الدولة الوطنية وبناؤها من خلال طرح المشروع الوطني هو الذي يبدد هذه المخاوف، وللأسف لم نراه هذا الطرح في مجلس النواب وكذلك في التصريحات الخطيرة التي أدلى بها السيد خالد المجري اليوم. دكتور مسعود، أراك في كثير من الأحيان توافق على ما يقول الأستاذ فيصل برايقة، ولكنك قلت أن هذه الخطوة تعتبر خلط الأوراق. سأعود بك إلى الوراء. عام 2014 بالتحديد مجلس النواب أصدر هذا القرار ووافق على انتخاب الرئيس مباشرة، ولكنه لم ينفذ ولم يتم التصويت عليه ليكون بشكل قانوني. هل الأطراف التي كانت تنتمي للمؤتمر الوطني العام في تلك الفترة واليوم تنتمي لمجلس الأعلى للدولة هي من تعيق هذا القانون، لأنها كانت تبحث عن صيغة أخرى لكيفية التعامل مع مفهوم الرئاسة أو ربما مفهوم من يسيطر على الدولة؟ أنا أتفق حقيقة، يعني عندما يعني أوحي أو يعني فعلا أتفق مع الأستاذ فيصل أبو الرايقة من ناحية أو من جانب أنه يجب أن يكون هناك رئيس للدولة، يعني انتخاب رئيس للدولة بشكل مباشر من قبل الشعب لأنه حق أصيل للشعب. هذه مسألة يعني لا يختلف عليها اثنان، لكن الحقيقة
الرئيس في هذه الظروف وفق أي آلية ويعني وبأي طريقة ووفق أي معطيات وهي المحاذير وإلى ماذا ستنظر. هذا أولا. ثانيا الحقيقة أنا يعني لا أستطيع شخصيا أو ليس لدي اليقين الكامل حتى أحمل جهة ما بأنها هي السبب في إفشال انتخابات 2014 وهي التي تسعى إلى إفشال انتخابات 2021، ولكنني ربما أوحي لك بأن ما زال مستوى الوعي في ليبيا قليل بحيث يفرض الواقع الذي يؤدي إلى انتخاب رئيس للجمهورية. هذا أولاً. ثانياً أن هذه الأجسام الحقيقة المتكلسة الفاشلة تركت يعني تعبث بليبيا وبليبيين كيفما شاءت، ولذلك هي أصبحت يعني تتبادل المصالح وتتبادل المواقف وتتعارض مرة وتتوافق بشكل خفي مرة أخرى، وكلها تسعى إلى هدف واحد أوحد وحيد وهو البقاء في السلطة. ولذلك أنا يعني في اعتقادي أن مجلس النواب لا يريد انتخاب رئيس جمهورية، مجلس الدولة لا يريد انتخاب رئيس جمهورية، وحتى الحكومة حكومة الوحدة الوطنية التي تسمى الآن حكومة الوحدة الوطنية هي نفسها تريد الاستمرار في السلطة. فلذلك أيضا يعني الكل لا يريد الانتخابات دكتور، الكل لا يريد الانتخابات. نعم هذا من الواضح، الكل لا يريد الانتخابات، ولهذا السبب أستاذ بدروك قلت لك وللأستاذ أبو طارق وللمشاهدين الأكارم أن ربما العملية هي عبارة على عن يعني طيب إذا الكل يا دكتور لا يريد الانتخابات، بماذا نتشبت؟ بأي قشة؟ قشة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والأرقام الكبيرة التي يتم التسجيل من خلالها؟ بماذا نتشبث إذا الكل لا يريد الانتخابات؟ نعم هذه الأجسام بشكل قاطع لا تريد الانتخابات، وسأشرح لك أيضا للمشاهدين الكرام عملية ماذا أقصد عملية الأوراق، ولكن بماذا نتشبث؟ أول عملية التسجيل حتى أن الرقم ربما قارب من 3 مليون من الذين سجلوا في منظومة الانتخابات، ذلك يعني أن الشعب المفوضية الشخص هو الذي يريد الانتخابات، وعبر عن ذلك خلال التسجيل بشكل مكثف وكثيف. هذا أولا. ولذلك نحن نعول على وعي الشعب الليبي، يجب الآن الكلمة يجب أن تقول للشعب الليبي، يجب الشعب يفرض كلمته من خلال إزاحة هذه الأجسام والذهاب إلى انتخابات تشريعية، أولا انتخابات تشريعية وبرلمانية متزامنة إن كان يعني نعم. طيب دعني أتوجه من جديد، أعذرني على المقاطعة، ولكن دعني أتوجه من جديد إلى الأستاذ فيصل. نحن الآن أمام حالة إحالة القانون إلى اللجنة التشريعية، ما الذي سنتابعه وما هي السيناريوهات المتوقعة؟ نعم أستاذ مبروك، يعني أتفق مع قاله الضيف الكريم، وفي حاجة مهمة جدا قبل الولوج في هذا السؤال، وهو ما كتبه السيد سيمور مارتن ليبست عام 59 بما يعرف The Social Requisites of Democracy، يعني المتطلبات الأساسية للديمقراطية، يأتي في أولها الجهاز التعليمي، ويأتي في رقم 2 النظام البنيوي للمجتمع، وتأتي أيضا الطبقة الوسطى في البلاد، يعني هذه النقاط الأساسية التي تحكم عمليات الديمقراطية. طبعا الديمقراطية في أبرز تجلياتها هي عملية مأسسة الديمقراطية، أروع شيء في مأسسة الديمقراطية وهو انتقال الجموع إلى صناديق الاقتراع. إذا الانتقال هذه الجموع إلى الصناديق ومأسسة إرادتهم من خلال العملية الانتخابية هي تعتبر جزء من النظام الديمقراطي. النظام الديمقراطي هو عبارة عن عدة عناصر، من أهمها هي عملية الانتخاب. طبعا يأتي عملية احترام لحقوق الإنسان، يأتي الاعتراف بالنتائج، يأتي احتراف المكون الآخر الذي تحصل على نسبة 49%، يعني هذه هي عناصر بما يعرف The Social Requisites of Democracy. الطبقة الوسطى في البلاد طبعا في ليبيا تم سحقها وتم بالمعنى الدارج تم دهكها تحت النير الدولار وهبوط الدينار الليبي، أمام حالة الجوع، أمام التحدي الأكبر أستاذ مبروك أيضا الضيف الكريم
وهو عملية بيع الأصوات. كل هذه التحديات والتهديدات هي محدقة بالعملية الانتخابية التي تأتي، من المفترض أن تأتي ضمن بالكامل نظام انتخابي كامل. أيضا هل لدينا أجهزة أمن عاتية وخطيرة جدا منخرطة في العملية السياسية؟ هل لدينا أجهزة عسكرية منخرطة في العملية السياسية يجب تحييدها حتى يتم نجاح العملية السياسية؟ هل لدينا أحزاب؟ هل لدينا مؤسسات مجتمع مدني؟ هذه تبقى كإضاءة على هذه العملية. طبعا السيد رمضان شنبش أتصور بأنه هو القانون العتيد الذي لديه المعرفة ولديه الخبرة مع الفريق المصاحب له. أتصور بأن يوم الاثنين سوف يكون القانون جاهز بالكامل بعد أن حظي بالقراءة الأولية، وهنا أستخدم المصطلحات المستقرة في الأعراف الدستورية، حظي بالقبول وحظي بالموافقة في القراءة المبدئية مع بعض الملاحظات، أتصور سوف يكون منجز يوم الاثنين القادم. نعم. ولكن التحديات الأخرى والمخاوف الأخرى هي التي المفروض ملقاة للأسف على عاتق السيد رئيس مجلس الرئاسي، وهو موضوع المصالحة الوطنية، وهو ينسجم ويتناغم ويتوازى ويتماهى ويتطابق مع روح العملية الانتخابية. كذلك الدور التنويري والتبشيري التي تقوم بقناتكم أيضا هذا مناط بالسيد البيبي من خلال قنوات الحكومة. إذن عدة عناصر هي التي تنجح العملية الانتخابية برمتها، وليس القانون هو الذي يمكنه أن يملك عطات سيدنا موسى. دكتور مسعود، الأطراف الدولية دائما ما تؤكد على إجراء الانتخابات في موعدها، ولكن لا وجود لأي ضغط اليوم على المعرقلين والذين لا يريدون هذه الانتخابات. ما الذي يضمن إجراؤها في 24 من ديسمبر؟ لا يوجد أي ضامن الحقيقة، خاصة بعد هذه التداعيات وبعد هذا الفشل المتوالي وبعد هذا التخبط. يعني لجنة 75 تعمل في اتجاه لوحدها، وهي يعني ما زالت في تنازع ومشاكل وصراعات نتيجة بنية هذه اللجنة في حد ذاتها وهي معروفة. وأيضا مجلس النواب الحقيقة بعدما استنفد الشوط الأول والشوط الثاني والشوط الإضافي الأول والثاني، وأصبح حتى في خارج الملعب يعني أتى أخير وأراد أن يسجل نقطة له، وذلك من خلال الذهاب لمحاولة انتخاب رئيس مباشر من الشعب دون أن تكون هناك أرضية مناسبة ودون أن يكون هناك الحقيقة دعم أممي ودون أن يكون هناك توازن ما بين هذه يعني مجلس 75 ومجلس النواب وحتى مجلس الدولة. يعني بمعنى أراد أن يخرج إلى الأمام أو يخلط الأوراق لأسباب متعددة. ولذلك الأمم المتحدة هي نفسها ربما أن هذه المرأة لا ألومها، لأنها لا تعرف عن مجلس النواب الآن، وهي يعني حاصلة فيما يعلم مجموعة 75، وهي تحاول أن توافق وتوائم بينهم وتحاول يعني الحقيقة إيجاد أرضية بين ما لا يمكن إيجاد أرضية بينهم، لأنهم الحقيقة هما أصلا يعني لا يوجد بينهم أي قاسم مشترك إلا مصالحهم. ولذلك أنا لا أقول بعد، لكن في المحصلة يعني أنا أعتقد يجب أن تبقى تتجه يعني تزيد من الضغط كما يقال في اتجاه لجنة 75، لأن في حالة ما خرجت لجنة 75 بقاعدة دستورية سيتم فرضها على الجميع، أي بمعنى فرضها على مجلس النواب وعلى مجلس الدولة وعلى كل المؤسسات موجودة، لأنه هذه اللجنة هي الآن أصبحت المطلوب منها هذا العمل. مجلس النواب يعني أنا أخشى، يعني نحن نريد كما قلت لحضرتك يعني رئيس دولة وانتخاب رئيس دولة، ويا ليت مجلس النواب يعني عمل هذه القاعدة عندما كانت هذه القاعدة اختصاصه أو هو له أن يصدرها، ولكنه ناور ويعني ذهب يمين وذهب شمال وحاول أن يستهلك الوقت وحاول أن يخادع ودخل في مشاكل بين أعضائه وصراعات وأعراك في البرلمان
بالأيدي يعني بالسبل حقيقة سابقة، يعني لا يمكن أن تأسف على الشعب الليبي أبدا مثل هذه الممارسة. وجاء اليوم أن ينتخب رئيس مباشر وفق أي ظروف. طيب. وأنت تعرف السياسي في ليبيا وضع متأزم، ونحن نريد قدر الإمكان أن نعيد هذه اللعبة السياسية إلى الشكل الذي يمنعه الذهاب إلى وأن نرى توافق بين الجميع. طيب وأن نرى توافق، لكن العقدة كما يقال في الإشار يعني هي هذه التي هذا واضح. يحدث هناك اصطفاف، وسيحدث هناك تدخلات دينية، والكل هنا يتراشق بالاتهامات. طيب استاذ فيصل، استاذ فيصل ابو الرايقة، في ظل هذه التعقيدات هناك مقترح يدور اليوم وهو فصل الانتخابات البرلمانية عن الرئاسية، هل يمكن لذلك ان يكون الحل ام انه مرفوض تماما؟ نعم طبعا، فيه بعض الاعضاء من لجنة 75 يحاولون جاهدا على الاقل يعني الخروج بنصف انتصار، على الأقل يتم إنجاز استحقاق ويبقى تأجيل بقية الاستحقاق إلى البرلمان القادم، وهو الذي يشكل هيئة تأسيسية جديدة وهو الذي من خلاله يتم الانتخاب. ولكن هناك طرف معادي لهذا الموضوع، وهو الحقيقة وهو تيار ما يعرف بتيار الإسلام السياسي، جماعة الأخوان المسلمين، يحاولوا أن يجيروا كل خطابهم إلى فكرة الثورة، يعني كما يستخدم المصطلح باللغة الألمانية غلايشالتونغ، يعني عملية تو سويتش كل شيء وتحويله إلى مسار الثورة، إلى مسار الدكتاتورية. هذا طبعا أمر يعرقل عملية الوصول إلى الانتخابات. طبعا الانتخابات البرلمانية وحدها لا تكفي، هناك طبعا صلاحيات تنفيذية مناط بها صلاحيات رئيس الدولة، وهي المتعلقة بالقائد الأعلى للقوات المسلحة، المتعلقة بتعيين رئيس الوزارة، المتعلقة برئيس مجلس الأمن القومي، المتعلقة بإقالة وتعيين رئيس جهاز المخابرات العامة، حوالي 7 أو 8 صلاحيات هي اختصاص أصيل للرئيس. تخيل لو أن هذه الصلاحيات انتقلت إلى مجلس النواب القادم، وتخيل لأن مجلس النواب القادم حتى لو جاء بنسبة 50% مجموعة من الوطنيين السياسيين لديهم المعرفة ولديهم الخبرة ولديهم درفة كافية في إعلاء المصلحة الوطنية. أتصور هذه هي نقاط تحديات أساسية أمامهم. لكن ما يجعلني أذهب في اتجاه انتخاب الرئيس بشكل مباشر رغم المخاوف، هو أن الرئيس أتصور بأن قد ينجح من الجولة الثانية بنسبة حوالي 800 إلى 900 وقد يصل إلى 1,000,000 صوت، وهو هذا رقم كبير جدا، هو شرعيته تكون مستمدة من هذا الرقم. ولا أتصور بأن الليبيين سوف يجمعوا على قيادة لا تكون غير وطنية لديها المعرفة ولديها إدارة الشأن العام ومحددة للالتزامات الدولية وللداخلية، وأن تكون لليبيا أولا. هذا ليس خطاب شعبوي، ولكن حتى نستطيع أن نخرج من هذا النفق المظلم الذي دخلنا فيه من قرابة حوالي 10 سنوات. شكرا جزيلا لك الأستاذ فيصل أبو الرايق، المتابع للشأن العام، كنت معنا مباشرة من البيضة على كل هذه المعلومات. دكتور مسعود أنت باقي معنا في الفقرة الثانية من هذه الحلقة. مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم نعود ونفتتح النقاش في الملف الثاني. قالت السيناتورة الأمريكية جون إيرنست إنها تخشى يتحول الوضع في مطار كابول بأفغانستان إلى أكثر دموية مع اندلاع الفوضى وفشل إدارة بايدن في إجلاء جميع أفراد السفارة الأمريكية. وأبدت إيرنست تخوفها من تكرار ما حصل في بنغازي عام 2012 حين قتل متشددون 4 من أفراد السفارة الأمريكية. يبدو أن اللازمة الأفغانية واستعادة طالبان زمام الأمور في البلاد سيلقي بظلاله على دول عديدة تحل العربية منها في الصدارة. وبالعودة إلى 3 عقود مضت، برز مصطلح الأفغان العرب في إشارة إلى آلاف العرب الذين انضموا حينها لتنظيمات مسلحة لقتال الاتحاد السوفيتي في أفغانستان ثمانينيات القرن الماضي.
انتهت الحرب آنذاك وعاد أغلبهم إلى بلادهم وشاركوا في تأسيس جماعات مسلحة متطرفة نفذت فيما بعد عمليات إرهابية دموية. ومع سيطرة طالبان على الحكم بدأت المخاوف تتصاعد من تكرار مشاهد القتل وانتشار الفكر المتطرف وظهور تنظيمات إرهابية جديدة على شاكلة داعش، الأمر الذي قد يجعل أفغانستان مرة أخرى ملاذا آمنا للجماعات المتطرفة وللراغبين في الانضمام إلى طالبان، كما حدث بعد سيطرة داعش على أجزاء من العراق وسوريا في 2014 حيث جذب آلاف الشباب. بالرجوع للتسعينيات كون العائدون من أفغانستان إلى ليبيا بقيادة علي العشبي وثمانية آخرين الجماعة الليبية المقاتلة عام 1982 قبل أن يتم القضاء عليهم على يد أجهزة الأمن. وفي عام 1989 أعاد عوض الزواوي تشكيل الجماعة، وفي نفس العام أسس محمد هشهش حركة الشهداء الإسلامية. كان الكثير من عناصر الجماعتين من العائدين من أفغانستان ثم أعلنوا الانضمام إلى تنظيم القاعدة في 2007، وبعد اندلاع الثورة الليبية شارك أعضاء من الجماعة الليبية المقاتلة في الحرب الأهلية. ارتباط الأحداث رغم بعد الجغرافيا وتكرار السيناريوهات ذاتها مع اختلاف البلدان جعل السيناتورة الأمريكية جوني أرنست تطلق صيحة فزع من تحول الوضع في مطار كابول إلى أكثر دموية مع اندلاع الفوضى وعدم إجلاء جميع الأمريكيين الموجودين هناك من أفراد السفارة، حتى أنها خشيت من أن يحضر سيناريو بنغازي في كابول، في إشارة إلى هجوم عام 2012 على القنصلية الأمريكية في بنغازي حين قتل متشددون 4 أمريكيين وجرحوا آخرين. ومنذ تصاعد الأحداث في أفغانستان وبايدن يتعرض لانتقادات حادة من الجمهوريين الذين يرون أن قرار الانسحاب ترك الآلاف في خطر، معتبرين أن فشله في إجلاء الأمريكيين والأفغان المستضعفين من كابول أمر مخجل للقيادة الأمريكية. ولمناقشة هذا الملف باقي معنا الدكتور مسعود السلامي أستاذ العلاقات الدولية، وينضم إلينا مباشرة من القاهرة الأستاذ إيهاب نافع باحث في الجماعات المسلحة من القاهرة. أبدأ مع حضرتك أستاذ إيهاب، شكرا لوجودك معنا. يعني حتى بعد أيام من سقوط كابول الثاني الجميع يسأل كيف تدهور الوضع بسرعة وكيف للولايات المتحدة أن تفشل في الانسحاب بهذا الشكل؟ وهنا نسأل هل الخسارة هي خسارة الولايات المتحدة والدول الغربية أم الخسارة للجميع حتى على المنطقة؟ يعني بكل تأكيد يعني الخسارة على الجميع بدون أدنى شك. عودة طالبان على هذه الشكلة وانسحاب الانسحاب المزر للولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان بعد نحو 20 عاما من احتلالها والسيطرة عليها وإنفاق يعني مئات المليارات على جيش قوامه أكثر من 300 ألف مقاتل وإنفاق مبالغ طائلة على تجهيزه وتدريبه، وحين تدخل طالبان بكل هذه السهولة واليسر إلى أفغانستان يعني أكثر. هناك مشكلة في الاتصال مع الأستاذ إيهاب، سنعود إليك. أتحول إليك أستاذ ودكتور مسعود، يعني هناك من يقول اليوم أنه تأثير الحركة حركة طالبان اليوم بعد 20 عام من القتال لن يكون كما كان من قبل، سيكون التأثير هو داخلي فقط، يعني على الأفغان فقط. نعم أستاذ مبروك، كون أن التأثير حركة طالبان بعدما استلمت السلطة منذ أيام لن يكون مشابه لتأثيرها قبل السنوات السابقة يعني 2001 تحديدا، هذا صحيح. فطالبان تغيرت والآن طالبان يعني أتت للسلطة لكي تحكم وليست طالبان التي ستطبق يعني قوانينها التي أصبحت خارج الزمن. ولذلك نعم سيكون هناك تأثير داخلي ربما يعني في بعض النواحي، هذا شيء أكيد، وربما سيكون أيضا تداعيات على الدول الإقليمية خاصة دول الجوار، هذا أكيد، وربما يعني على محاولة بعض التنظيمات المتشددة يعني العودة لأفغانستان في ظل وجود طالبان ربما هو أيضا مطروح للنقاش. ولكن أعتقد أن السيناريو اليوم بالنسبة لأفغانستان يختلف عن سيناريو 2001،
ويعني أنا الحقيقة ربما أريد أن أجيب على السؤال بنوع من التوسع. الحقيقة أمريكا في هذه المرة لم تهزم، هذا ليس صحيح. يعني بمعنى أن أمريكا انسحبت، وانسحبت لأسباب داخلية يعرفها الجميع، وكلنا يعلم أن يعني هذا الانسحاب هو نوع من الاستلام والتسليم ما بين طالبان وأمريكا، وذلك بعد مفاوضات استمرت لأكثر من 3 سنوات، ربما يعني في طبعا هي في عهد الترامب، وتحت رعاية العراب القطري، تحت رعاية الدوحة. وخلال هذه المفاوضات المطولة تم التوصل لنقاط محددة، وهي أن أمريكا طبعا بعد ما استلم بايدن أن أمريكا ستنسحب من أفغانستان لأسباب تتعلق بالناحية الاقتصادية والمليارات التي ضيعتها وعشرين سنة وعدم قدرتها على بناء جيش حقيقي أفغانستان. والحقيقة الوضع الداخلي لا يسمح، وأن بايدن أراد أن يعيد ترتيب استراتيجيته في المنطقة، وهي هذا موضوع آخر كبير يعني. ولكن هذا الانسحاب أو كما وصفته أنت بالتسليم والاستلام دكتور، كيف سيؤثر على صورة واشنطن اليوم أمام حلفائها؟ كيف نثق بأن الولايات المتحدة حليف قوي بعد اليوم وما رأيناه عبر الشاشات وهروب الطائرات عن الأفغان والمتعاونين؟ كيف نثق في الولايات المتحدة الأمريكية؟ كيف يثق الحلفاء فيها؟ نعم، هو الحقيقة يعني هذا سؤال كبير ودقيق حضرتك. يعني الآن الموضوع كله أصبح يعني محل شك، ولكن نريد أن محل شك بالنسبة للأفغان أنفسهم، والمشهد المأساوي الذي حدث، وكيف أن أمريكا انسحبت يعني بين عشية وضحاها وتركت الأفغان بأمرهم، الرئيس يهرب ويفر بالمليارات بالملايين والوزراء وهكذا، وأما بقية الشعب فترك الحقيقة لمصيره المحتوم. وأيضا بالنسبة ربما سيكون هناك نوع من عدم التنسيق مع دول الحلفاء اللي قلت عليها حضرتك، حلفاء مثل تركيا، مثل ربما الدول الأوروبية وهكذا. لكن إذا كان قصد حضرتك أستاذ مبروك الدول الأخرى، يعني فأمريكا ليست في وارد إرضاء أو يعني التفاهم مع هذه الدول، والدلالة على ذلك حضرتك ما زال مشهد العراق مثل أمام أعين العالم. هذه النقطة بالتحديد دكتور مسعود سأحولها للأستاذ إيهاب نافع، عاد إلينا من جديد. سأكمل معك من حيث وصلنا أستاذ إيهاب، يعني الفشل الأمريكي ليس الأول، فيتنام، العراق وعديد الدول التي تدخلت بحجة نشر الديمقراطية، هل تدرك واشنطن أن سمعتها باتت على المحك مع صور الأفغان المتشبتون في طائراتها الهاربة؟ وللأسف الشديد أن إدارة بايدن لا تزال حتى اللحظة متخبطة للغاية في إدراك يعني حجم الجرم الكبير الذي ارتكبته في حق الولايات المتحدة الأمريكية وفي حق الإنسانية جمعاء. هذا المشهد المذهل والمزري الذي حدث في مطار كابول، هذا التناصر للجسامين للشباب الأفغان الذين تساقطوا وتناصروا من طائرتها العسكرية التي خرجت بالجو وهي تدرك أنها تحمل هذا الكم الهائل من الأشخاص على يعني أجنحتها من الخارج وتتعرض حياتهم للخطر. هذا الانسحاب المزري من أفغانستان وترك مصير شعب بكامله يواجه مصيرا غامضا في مواجهة جماعة إرهابية متطرفة حاضنة للإرهاب على مدار سنوات كثيرة مضت وإن بدت غير ذلك، كل هذه الخطايا للأسف الشديد لم يصدر اعتراف ضمني حقيقي متكامل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية يعني للاعتراف به او الاعتذار للعالم او التاكيد على ان هذه الخطيئه او الجريمه الكبرى ارتكبتها الولايات المتحده الامريكيه وتعتذر للعالم عنها. حتى الان يسوق بايدن بعض المبررات الواهيه والاكاذيب الفاضحه والتقديرات الخاطئه التي قدمتها اجهزته المعلوماتيه التي قالت ان كابول ممها نحو 3 اشهر للسقوط بينما سقطت بعد عده ايام، وبالتالي امريكا الان على المحك واظهرت وجها قبيحا
يعني ربما حاولت أن تستره الأيام الماضية أو السنوات الماضية، وربما إذا أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية على انسحاب مماثل بكامل قوتها من العراق تعرضها إلى أمرين. الأمر الأول عودة داعش إلى لأن تصبح تهديدا ماثلا، فضلا عن سيطرة إيران على القرار السياسي والتدخلات السياسية ويعني التحكم في مقدرات شعب العراق وحكومته. دكتور مسعود، اليوم السيناريوهات المتوقعة على المنطقة ككل بعد سيطرة طالبان خاصة ليبيا؟ الحقيقة تكمل للإجابة بسرعة. الحقيقة أمريكا كما قلت لك يعني بالنسبة للدول الأخرى الصغيرة يعني هناك أمثلة عديدة، ابتداء من الصومال دمرتها وتركتها، العراق، ليبيا، يعني أمثلة، فيتنام قبلها، هذه كلها الحقيقة سابقة سوابق سجلت في التاريخ الأسود بالنسبة لأمريكا. ولكن في النهاية أمريكا هي قوة عظمى، يعني لا تصرف جمعية خيرية وإنما يعني في منطقة دول أخرى. ولذلك الأمر بالنسبة يعني عملية حدث في أفغانستان يعني لا نستطيع أن نختزله في عملية ما حدث في مطار كابول، وهو تساقط أعداد من القتلى والفوضى وإلى آخره، وهو شيء الحقيقة يعني مدمر وغير مقبول. ولكن أمريكا تنظر في الاتجاه الآخر، يعني تنظر في الاستراتيجية الدولية الجديدة التي ترسمها، ولهذا السبب هي يعني ما هي هذه الاستراتيجية التي تنظر إليها الولايات المتحدة الأمريكية؟ نعم، يعني هي كما قلت لحضرتك انسحبت من أفغانستان ولم تهزم، وهذا الانسحاب تم باتفاق مع طالبان، وهذه مسألة يعني واضحة، وهناك شواهد كثيرة يعني لأن طالبان دخلت بدون أن تطلق رصاصة واحدة، ويعني طالبان يعني عندما دخلت يعني أصبحت يعني أتت بخطاب إعلامي جديد حقوق الإنسان والتسامح وإلى آخره. أيضا دخلت طالبان لأفغانستان ولكابل بالذات رغم أن عدد الجنود الأفغان 300,000 مقابل 100,000 وأقل قليلا بالنسبة لطالبان، يعني ويعني معنا دخلت وجدت الباب مفتوح، ودخلت في وجود الأمريكان والقواعد الأمريكية والسلاح المتطور الأمريكي والاستخبارات الأمريكية، في حين أن يعني عناصر طالبان وهي معروفة أن يعني لا تملك الأسلحة الخفيفة أو المتوسطة أو شيء من هذا القبيل، أنا لا أعلم ماذا تملك. لذلك يعني واضح أنها هي دخلت استلمت أفغانستان واستلمت كابول استلام رسمي ولكن غير معلن. ماذا تريد من أمريكا من ذلك؟ أمريكا ولكن هذا الانسحاب دكتور، سأحوله لسؤال أخير لضيفي الأستاذ إيهاب نافع، هذا الانسحاب الذي يصفه الدكتور مسعود وليس خسارة أو انهزام، هو أثار أخفاق استخباراتي أمريكي كبير، خاصة مع توقعات المخابرات الأمريكية بدخول طالبان لكابول حوالي 90 يوم. هذا الإخفاق يذكرنا بسقوط الموصل، ما رأيك أستاذ إيهاب؟ يعني بكل تأكيد أنا أصف ذلك بأنه انسحابا مزريا وهزيمة ثقيلة للولايات المتحدة الأمريكية في دولة أمضت في احتلالها 20 سنة كاملة واحتلتها واستولت على مقدراتها وأنفقت مئات المليارات على إعداد جيش كان من المفترض أنه يساعد على حمايتها، لكن الولايات المتحدة الأمريكية في أعلى دوائرها أعلنت أنها تفاجأت بهذا الاستسلام الكبير من قبل الجيش الأفغاني الذي أعدته من قبل. الولايات المتحدة الأمريكية لم تستطع أن تلملم يعني حاجياتها، يعني تركت الأسلحة وتركت المعدات وتركت الآليات العسكرية يتجول بها رموز طالبان الآن في شوارع أفغانستان وبالتالي أو شارع كابول، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية لم تستطع حتى الانسحاب. الولايات المتحدة الأمريكية هزمت هزيمة ذليلة تمثل سبة في جبين عسكرية أكبر دولة في العالم، وتركت أفغانستان يعني ليس فقط فريسة لطالبان أو حتى فكرة أنه جرى اتفاق أو محادثات قبل عدة
أشهر مع طالبان، ليس ذلك مبررا يعني على الإطلاق أن تسلم هذه الدولة تسليما كاملا بهذا الشكل. كانت الولايات المتحدة الأمريكية تتوقع أن تستمر يعني المعارك مثلا 3 شهور أو غيرها، تلملم خلال حاجياتها وتخلي وتجلي رعاياها وتجلي من تعاونوا معها وتعاملوا مع جيشها على مدار 20 سنة الماضية، أو على الأقل تخلي الآليات العسكرية الخاصة والمرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية. يا سيدي، الولايات المتحدة الأمريكية لم تستطع أن يعني تأخذ أسلحتها، وبالتالي غنمت يعني طالبان أسلحة قوامها أكثر من 800 مليار دولار. هذا الرقم الضخم وهذه الأسلحة الضخمة وهذا الاستيراد من قبل طالبان بهذه الغنائم التي اعتبرتها غنائم فعلية يدلل على أن الولايات المتحدة الأمريكية انهزمت هزيمة نكراء في أفغانستان، وسلمت أفغانستان ليس فقط لطالبان وإنما عاصمة جديدة للإرهاب العالمي. ويعني مثلت هزيمة الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان صفعة من قبل كل من الصين وروسيا. ولك مقارنة بسيطة، الولايات المتحدة الأمريكية بحثت عن مقاربة مع طالبان ل يعني تجيش 5000 من قواتها من المارينز لحماية السفارة الأمريكية، بينما بالمقابل أعلنت موسكو أنها لن تقدم أي حراسات خاصة لسفارتها في كابول، وإنما السفارة الروسية يجري حمايتها ب يعني مقاتلين طالبان. وبالتالي هذا أكبر دليل على أن الولايات المتحدة الأمريكية تلقت صفعة ضخمة وكبيرة وسبة في جبينها وفي جبين عسكرية. وهذا أعتقد ما دفع الرئيس جو بايدن للخروج في ذات اليوم ويبرر ما حصل بمقارنته بدول أخرى بقيت في أفغانستان. شكرا جزيلا لك الباحث في الجماعات المسلحة الأستاذ إيهاب نافع، كنت معنا مباشرة من القاهرة على كل هذه المعلومات. والشكر أيضا إليك دكتور مسعود السلامي أستاذ العلاقات الدولية، كنت معنا مباشرة من طرابلس على كل هذه المعلومات. مشاهدينا لايف انتهى، شكرا لكم، السلام عليكم.